هل الأحق بالحضانة الأب إذا كان صاحب ديانة وشريعة، أو الأم إذا لم تتزوج بعد الطلاق لكنها ذات ضرر على الطفل من ناحية الأدب والدين والتربية؟ الفقهاء ذكروا هذا، قالوا لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، لا من الرجال ولا من النساء، من لا يصونه ويصلحه ويربيه على الخير لا يقر بيده. نعم.